وينضم معنا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي ثامر. أهلا وسهلا بك سيد علي. يعني في ظل انخفاض منسوب المياه، الموارد تعلن عدم حاجة العراق إلى بناء سدود. تفضل. نعم، شكرا جزيلا سيدتي، شكرا لهذه الاستضافة. يعني حقيقة نعم، يعني هذا الموضوع يعني حقيقة يعني اليوم احنا انخفاض معدلات الخزين المائي بشكل كبير في سدودنا وخزاناتنا، وقلة الإيرادات المائية المتحققة أسبابها يعني بالتأكيد هو السبب الرئيسي هي قلة الإيرادات في نهري دجلة والفرات، خصوصا من الجانب التركي، وهي أقل من معدلاتها بحوالي يعني بنسبة كبيرة عن معدلات العام الماضي أو السنين الماضية. اليوم نضطر نطلق من الخزين المائي حتى نعوض النقص الحاصل بقلة الإيرادات ولتلبية المتطلبات. لذلك اليوم لدينا فراغ خزني كبير جدا، يعني بالتأكيد مع وجود هذا الفراغ الخزني الخزني عفوا الكبير. هل هو كافي لتجاوز الأزمة؟ سيدتي الفراغ الخزني الكبير جدا، يعني إجابة على السؤال اللي تفضلت به حضرتك وهو سؤال جدا مهم. اليوم العراق فعلا لا يحتاج الى سدود خزنيه كبيره، باعتبار ان السدود اللي موجوده والخزانات اللي موجوده كبحيرات هي يعني نسبه الفراغ الخزني بها كبير جدا، معدل الخزين منخفض جدا، يعني ضمن خطط الوزاره يلبي المتطلبات لهذه الفتره. حقيقه احنا كميه المياه اللي قاعد تطلق بالانهر الرئيسيه مع وجود هذا الانخفاض بالايرادات مع انخفاض الخزين المائي هي تلبي المتطلبات، ولكن نعاني من مشكله كبيره وهي التجاوزات الكبيره اللي تحصل على المياه، تجاوزات على المياه، تجاوزات المساحات الزراعيه المقرحه بالقطه الشتويه، وكذلك التجاوز من قبل بحيرات الاسماك المتجاوزه. حقيقه حجم التجاوز كبير وهائل، لذلك كان هنالك توجيه من دوله رئيس الوزراء، متابعه من كوادر الوزاره، تنسيق مع قيادات العمليات، وكذلك دعم من مجلس القضاء الاعلى في موضوع رفع التجاوزات، وجهد مستمر في هذا الخصوص لتامين وصول الحصص المائيه، خصوصا للمحافظات الجنوبيه اللي هي عاده ما تكون اكثر تاثرا وتضررا في موضوع قله المياه بسبب التجاوزات اللي تحدثنا عنها. يعني بغداد هل هي فعلا محصنه من الشحه المائيه؟ نعم. بغداد هل هي محصنة من الشحة المائية؟ عفوا السؤال ماذا أسمعه بشكل بغداد صحيح. بغداد العاصمة بغداد هل هي محصنة من الشحة المائية؟ وما يحدث من لا تناقص عفوا. لا يؤثر على العاصمة؟ لا بالتأكيد احنا حاليا كمياه شرب مؤمنة الإطلاقات في نهري دجلة والفرات. بالنسبة لبغداد يعني محطات الإسالة لم تشهد مشاكل لحد الآن، بسبب أن وجود كميات مياه معدل المناسيب تؤمن كافة محطات الإسالة. احنا مشكلتنا حقيقة سواء في شمال بغداد مؤخر سد السامرة باتجاه الجنوب هي مشكلة التجاوزات. لذلك انا اؤكد على موضوع التجاوزات، احنا نحاول اليوم انه هذه الكميات المطلقة بالأنهر الرئيسية واللي هي لولا التجاوزات هي يعني كافيه وتلبي المتطلبات، ولكن المشكله اللي نعانيها في البصره، في ميسان، في بيقار، في السماوه، هذه المناطق او هذه المحافظات اللي هي ذنائب الانهر عاده ما تكون هي اكثر تاثرا. نعم، المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه علي راضي ثامر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.